معناها احنا هزينا اربعه اريير جوش، الرابع هو اللي باش يلعب معناها اللي هو علي علي لعب علي العابدي. عندك مراكز اللي تمست دو اللي هو جارديان. دو جارديان، عندك الخزري، عندك السليتي. كيفاش هل مازال فما امكانيه اليوم كنا نحكيو بتكتيك في ظل غياب 12 ملاعبي؟ انا على ذاك ديما نقول راهو ليكيب ناسيونال الملاعبيه اللي مزيو اللي لازم يمشيو للكريم دي لاكريم. اما اليوم 13 ملاعبي ناقصين مهما يكون، ولا 12 ملاعبي ناقصين يلزمك على الاقل 2 3 4 شونجمون. اذا كان هذوما زاد ما عندكش عندك 4 شونجمون دونك عندك مشكله. انا ديما نقول ان شاء الله ربي معنا الشيء هذا عمرنا ما عشناه. يلزمنا كما نعودها، انا جاي نتكلم بار اكسبيريونس، مانيش نتكلم. انا مشيت للبنين، مشيت لتنزانيا، مشينا لمصر. انا وقت الملاعبيه نتاعي يدخل للوتيل بيوتهم ما يخرجوش مهما يكون اسم الملاعبي، على خاطر الكورونا قاعده تدور. ينجم ان سيرفور، انا ميم لي سيرفور اللي غاديكا جبناهم من المغرب، ميم الطباخ كل شيء، والناس كلها محله، وما تخلي حتى صحافي، وما تخلي حتى اللي في الوتيل، فهمتني؟ البيوت نتاعنا وصلنا في ننظفوهم حتى وحدنا فماش، خاطر راهو ما تعرفش عليه. يجيك انسان ينظف لك بيت ويبدا هو مضروب. يا خويا ما تنظفليش البيت، انا ننظفها وحدي البيت، معدي الجيش ونعرف كيفاش ننظفوا البيت. دونك هذوما راهم حاجات سي تري امبورتون ويلزمنا نردوا بالنا. وكما قلت انت، احنا اكثر منتخب عندنا اللي مضروبين بالكورونا ياسر. فما حاجه الملاعبيه اليوم يلزمهم يعرفوا الكورونا الدور، حتى الاصحاب على بعضهم نبعدوا على بعضنا، الكمامه، الجيل اللي بيه الفائده ما نعرفش عندهم جيل ولا ما عندهمش، فهمتني؟ راهو في الكاميرون اكثر بلاد موجوده فيها الشيء هذايا، اكثر بلاد، ويلزمنا نردوا بالنا، يلزمنا نردوا بالنا. اما كما قلت لك بقدره ربي ان شاء الله ربي معانا. راهو ساعه ساعه يبدا عندك 14 ملاعبي، كملنا 22 ملاعبي، ساعه ساعه 14 ملاعبي يحطوا الكليب مع بعضهم، فهمتني؟ يجري يلعبوا الفوتبول الصحيح، وان شاء الله نعديهم ماتش. هو كوتش، فما نقطه ايجابيه في المنتخب التونسي ما نعرفش تفهمني فيها ولا لا، اللي ما عندناش نجوم كبار في المنتخب التونسي. مثلا الجزائر تذهبها مانيت تتاثر، مصر تذهبها صلاح يتاثر، الجزائر محرز تتاثر، لكن نحن تقريبا عندنا ممكن 17 18 لاعب فرد مستوى، معناها حتى كي يغيب واحد ولا اثنين بون اوكي العدد برشا المره هذه، لكن تصور حتى اللي باش يعوضهم في المقابله الجايه ماهمش بعد برشا في المستوى على الاخرين. انت عندك ليكيب نتاعك، انت عندك مثلوثي يلعب، دراكار مازال كيرجع، عندك العيفة لاباس، عندك الطالبي لاباس، عندك على اليسار تنجم تلعب العابدي بشار العابدي، عندك الجارديان بشير، عندك وسط الميدان، وسط الميدان كلهم موجودين، لا مش الكلهم، عندك تضرب الشعلالي وبرمضان، اي عندك 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 صخيري، عندك الاخر العيدوني موجود، بن سليمان من اللي جربوا، لا 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 بن سليمان، لا نعطيكم القائمه اللي تجدد، نعطيكم القائمه اللي تضربوا هذوما في السبعه اللي تضربوا الجدد اللي هما عندك علي معلول وايمن دحمان، غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، وهبي الخزري، علي جمل، محمد امين بن حميده، هذوما السبعه اللي تضربوا وتم الاعلان عليهم اليوم. كي نزيدوهم القدم اللي هما عندك دراجر اللي برا، نعيم سليتي، يوان توزجار، أسامة الحدادي، ديلان برون، وعصام الجبالي. كيفاش تشوف تركيبة المنتخب كوتش؟ ما عادش مثلا في وسط الميدان ما مشاتش معانا تركيبة الصغيري والعيدوني مع بعضهم، لكن اليوم اليوم ملزوم مفترين. نجم تلعب العيدوني والصغيري وتلعب قدام من مساكني. انا وين المساكني حاب يلعب على اليسار اكثر. تحط كومديس كيما الخضري، راه المساكني ما شدش بلاصه، ساعه ساعه تلقاه على اليسار، فهمتني؟ نجم يدخل لك يولي كوم ريجيسور، نجم تحطه على اليسار. عندك حنا بعل كيف عندك على اليمين، هذيك هي شكون اللي يبقى لنا ما عندناش؟ كان السليتي معاهم ولا السليتي في المضروبين؟ السليتي في المضروبين ولا هذيك عندك المشكل ربما اللي شيرت اليمين شكون باش يمشي؟ حمزه رفيعه فما الخاوي، شكون تفضل كوتش؟
ناخذ من عندك تشكيلتك انت شكون. لا لا لا, لا 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 انا فما حاجه ديما اخلاقي هذه المهنه عندي انا قبل كل شيء مانيش مستعد باش نعطي تشكيله ولو فرضيه ما دام عندنا انترينور عايش مع الملاعبيه نتاعو يعرف الملاعبيه نتاعو وهو الوحيد اللي نجم يعطي تشكيله محتمله ولا تشكيله فرضيه ولا هو اللي يعيش في الشيء هذايا. انا في حاجه الله غالب هكاك تربيت فهمتني ما نحبش نعمل حاجه هو غدوة نمس بها زميلي كوتش لسعد جردة هو غدوة في كل الحالات باش يكونوا 16 ملاعبي فقط ككل على ورقة المباراة على الأقل باش يكونوا على البنك عندك باش يكون عندك البشير بن سعيد حارس مرمى أساسي وفاروق احتياطي هذا تحصيل حاصل من بعد باش يقعد عندك كان 5 ملاعبية على بنك البودلاء فيهم جارديان فيهم جارديان معناها عندك كان 4 تغييرات دون اعتبار الحارس معناها هذايا انت من قبل المقابله خاسر شانجمون لا علاش انت ياك شفنا احنا مش كل مره نبدلوا في 5 ملاعبيه فما منتخبات يبدلوا في 3 فما منتخبات يبدلوا في 4 لكن بالسخانه فهذه لازم فهمتي نلعبوا 8 نتاع الليل انا شانس زاده اللي نلعبوا الماتش في الليل ما نلعبوش مالي ساعتين دونك راهو المدرب يبدا عارف اللي ما عندوش 5 شانجمون مش شانجمون 5 هو اللي باش يربحني انا ولا باش يخسرني فهمني اما دونك الملاد سيسيور اما تنقص الحلول كوتش خاصة عندنا فيهم الاربع فيهم اكسيال اللي هو عمر رقيق فهلي الباقي متوزعين من الملاعبين عاش تنقص شوية الحلول المدرب بيان سور هي كل ملاعب يضرب ينقص الحلول نتاع المدرب كل ملاعب يراه يلعب ولا ما يلعبش يبدا مخمم فيه باش يدخلوا في دقيقة 60 يبدا تعرف لونترنور يخمم في كل شيء وقت اللي ناكل بونت ربع ساعة الأولانية ولا ماركيت ولا دوزيميتون نحب نطيح البلوك ولا نطلع البلوك فهمتني في كل حاجه راه ما فماش ملاعبي في ليكيب ناسيونال وانا ديما نقول راه ما فماش في ليكيب ناسيونال رومبلاسون تيتولير 22 ولا 25 28 ملاعبي اللي موجودين كريم دو لا كريم سون تو تيتولير لكن الله غالب الفيفا تقول لك تلعب 10 او غارديان اما راهم كلهم تيتولير كلهم تيتولير واليوم ما فما حتى مشكله غابوا 5-6 ملاعبيه عندك الباقي موجود الباقي يلزم يتجندوا ويابطوا للتيران يعملوا طرح بها ويربحوا غامبيع ونمشيوا نورمال لين يرجعونا الملاعبين الاخرين اللباس وانت كل ملاعب يحب يلعب اليوم جاتك فرصتك هاي تفضل العب كوتش نحن نسألك على ملاعب تعرفه مليح انت وكنت حتى قبل البطولة ناديت باش يكون اساس اللي هو الجارديان تاعك البشير بن سعيد في الاتحاد المنستيري سابقا كيفاش تقيم مردوده لحد الان في زوج مقابلات ولو انه ما جاوش برشا كوال فما بوكي عمل غلطه بعد تلافاها كيفاش شفته لحد الان؟ سؤال باهي باهي على وعندي سؤال بعد شويه ابها لا تنقول لك ابها السعودي لا تنقول لك الماتش الاولاني الماتش الاولاني نتاع البشير عمل ماتش باهي راه مش الجارديان وقت اللي ما تجيوش الكره معناتها راهو ما نجموش نحكموا عليه الجارديان تحكم عليه وقت اللي بدا يطلع في ليزاريير نتاعو وقت اللي بدا يتكلم مع ليزاريير نتاعو وقت اللي بدا يتكلم حتى مع لافونتر نتاعو اكلي ساعة تعرف ان جارديان نجم يحضر بوقته ينجم في السيمات يحب يخمم باش يلعبها على اليمين وعلى اليسار ويضربها فوق ليزاريير سونترو نتاع ليكيب ادفرسير دونك فما الكومونيكاسيون نتاعو ما نحبش انا اللوم على البلاسمون نتاعو زاد البلاسمون ما نحبش انا اللوم اليوم على الجارديان وقت اللي يخرج دو سونتراج ويشدهم برافو والثالثه كي ما شدهاش يولي خايب اذا كان باش نمشيو احنا على المعطيات اللي الجارديان 90 دقيقه ما يلزم ما يفلت حتى سونتراج دونك يلزم لاريير زاد ما يتعدى حتى ادفرسير بالنسبه لي انا الى حد الان عمل حاجه باهيه اللي بيان كلاب بونتو واحد في زوز ماتشوات اللي بيناتي يزمو البشير يزمو اكثر ثقه فهمتني على خاطر راهو ردوا بالنا مش هاو اليوم خرج في سونتراج وما خذاهاش هذا ماهوش جول وقت اللي ينحي كوره انا ما نمنش خاطر ما نمنش بجارديان ينحي كوره ما تشدش الكوره اللي ما تشدش راهو عندي معلومه وانا عارف لا الكره وساعه نقول للجارديان هذا نحى كره ما تشدش لا يا ودي كره اللي ما تشدش نحى كره خاطر هو ان جارديان قاعد يخرج جارديان نحى كره فهمتني عندي معلومه تقول اللي انت كلمته في البطوله حكيت معه صحيحه ولا اللي انا اتصلت به معناها انا اتصلت ديما ببشير مني كنت انا في المغرب لان اتصلت ديما ببشير ونتصل به هذاك هو حكيت معاه ببعض النقاط الفنيه
لا لا ما دخلش روحي، ما ازيد الامور له فهمتني. فرحان اللي اليوم القاعده تبدلت في تونس. ان غارديان ما جاش من الاسبيرونس، ما جاش من ليتوال، ما جاش من السي اس اس، ما جاش من الكلوب. اليوم الحاجه الباهيه واللي انا فرحان اللي اليوم المستير تخرج بميدان غرون غارديان، جات تبقى برشا غارديانات مستقبل جابس، مستقبل جابس كيف كيف جابت غارديان باهي. واليوم نفرحوا احنا كتوانسه، عبد المجيد شتاني نحبه ياسر انا، خاطر المدرب الوحيد في الجمهوريه التونسيه اللي اعطاه كلمه اللا مركزيه في اللاعبين، من كل شيرة الملاعب الباقي يمشي ليكيب ناسيونال. باش نواصلوا معك لسعد جرده، نواصلوا معك كان اكسبريس حتى الاربع نتاع العشيه. صفيه المحرر تعطينا موجز من 3:30 وراجعين اكسبريس.